حياتي. أيضا نرحب من عروس البحر الأحمر من هناك من جدة بالكاتب والناقد الرياضي الأستاذ عدلان جستنية. مساء الخير أبو فارس. مساء النور، الله يحييك وحيي ضيفك العزيز الأخ طارق، وإن شاء الله حلقة يعني جيدة إن شاء الله. بس في البداية بسأل وإيش أخبار ويندل؟ تسأل مين؟ تسأل طارق؟ إي ما المسؤول بيعلم من السائل؟ قل له هذا شأن اتحاد، يسأل الاتحاديين أنفسهم. لا يقولوا في عندكم كذا يعني احتمال إنه هو يجي الشباب. كلام كثير يا أبو فارس. يعني مؤكد. أعرف من حديثك أبو فارس إن الحلقة راح تكون مثيرة من بدايتها. لا بس أبغى إنه يعني طبعا يخرج شوية عن الثوب اللي إنه هو مدير مركز الإعلامي، عشان يعني ناخذ شوية حرية وفي نفس الوقت نعطي للمشاهد معلومات جيدة يعني. بالتأكيد راح يكون كذا، لكن انت يوم كنت في ابو فارس انا لابس نفس الثوب اللي كنت لابسه يوم كنت مدير مركز الاعلام نادي الاتحاد. لا بس هذه مبشرات طيبه لناديك يعني. دائما كل الاشياء كل مؤشرات يعني تأشر انه فريق الشباب ماشي صح. يعني انت عندك خبر انه ويندل راح يكون قريب من نادي الشباب؟ يعني عندي كذا معلومات طبعا بقودة الاستاذ خالد البلطان. طارق عندك نفس المعلومه هذه؟ والله هو يجيب الاخبار من بيت الاتحاد، نادي الشباب ما عنده شيء والله. يعني ما عنده شيء الى الان، ما عنده شيء بخصوص موضوع الويندل. يعني تنفي كلام؟ انا لا انفي ولا اثبت لانه اول مره اسمع الكلام. ايوه ابو فارس يتحدث كاعلامي الان عنده مصادره. طيب وانت قريب من نادي الشباب؟ ما سمعت فيه. يعني ما سمعت فيه ابدا. طيب راح يكون بديل اليتارا؟ يتارا راح يذهب حتى الان؟ لا، يتارا ذهب الى مشاركه منتخب بلاده. تعرف النظام الفيفا انه قبل صحيح. المعسكر ب 12 يوم لابد يكون متواجد مع منتخب بلاده. طيب برودوم راضي فنيا عنه؟ الإدارة الشبابية راضية فنيا؟ برودوم أقدر أقول لك راضي عن الفريق بشكل عام. لا أتكلم عن يتارا. يتارا إن لم يأتي أفضل منه سيبقى. أنت طيب وجهة نظرك بعيد عن مدير المركز الإعلامي، مع بقاء يتارا؟ أنا مع رأي المدرب. لا إذا لم يجد أفضل المدرب. إحنا طلعت برا وأتكلم معك بصراحة. إذا لم يوجد أفضل من يتارا